هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد المصري لا تقل عن 75%، وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وأن هذا ليس رقما كبيرا بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة. لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام ده، احنا عملناه وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الادارية اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. إذا كنا بنتكلم على إن احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون إنها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير.